السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ داري، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم فطائر بشكل جديد سهلين في التحضير بلا عجينة، مكونات جد بسيطة. اهم حاجة ان الحشوة كتجي بيهم خطيرة. نتمنى انكم تجربوا الوصفة وتنال الاعجاب ديالكم. اللي جربتهم تخلي لي في التعليقات كيفاش جاوها، وما تنساوش تشتركوا في القناة باش توصل بجديد الوصفات. ايضا ما تنساوش دعموني بلايكات ديالكم، بقوا معايا تشوفوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. فعلى بركة الله غادي نحضر معكم اول حاجة الحشوة. انا هنايا غادي عندي كمية ديال صدر الدجاج، كتبقى على حسب الاختيار ديالكم، اولا صدر الديك الرومي، معلقة كبيرة ديال الموطارد، صلصة حارة، معلقة كبيرة ديال صلصة الصوجة أو لا صويا صوص، ياغورت طبيعي، ما بين ياغورت تلجوج ديال الياغورت. كل ما قويتي ياغورت كل ما كتجيكم الحشوة ديالكم معلكة. غادي نضيف شوية ديال التومة اليابسة، شوية ديال الإبزار، شوية ديال الملحة، شوية ديال السكينجبير، وكنخلط مزيان. فجربت بزاف ديال التتبيلات، التتبيله هذه هي اللي ولات معتمده عندي في رمضان، حيت كتجي بنينه بلا قياس وكتجي معلكه. ايضا انا هنايا زدت ياغورت واحد اخر باش هكا كما قلت لكم الحشوه ديالي تجي معلكه، وكتبقى على حسب الكميه اللي دايرين ديال صدر الدجاج اولا ديال لاداند. هنا غادي نخلي داك لاداند كيتشرب شويه هاد الشرموله ديالو. غادي ندوز باش نحضروا البصله، عندي جوج ديال الحبات ديال البصله يكونوا مشلضين، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال زيت الزيتون، وكنخليهم يتشحروا مزيان. ما تغطيوش البصله باش ما تطلق لكمش الماء ديالها، والعافيه تكون على نار تكون متوسطه. هنا من بعد ما البصله بدات كتنزل لي غادي نضيف عليها الدجاج باش يطيبوا هما والبصله في نفس الوقت. كنحاول انني نحيد داك الشرموله كامله باش ما تبقاليش لاصقه في الزلافه، هكا بشي سباتول. كنخلطو مزيان وكنخليه حتى كيطيب لاداند وحتى كتشحر لي الحشوه مزيان، عاد كنطفي عليها البوطه. هنايا بين ما خليت الحشوه ديالي كطيب غادي نجيب الطبع الحجم اللي بغيتي وغادي نقطعو. هكا الخبز ديال الطورتيلا كتكون عندكم اما جاهزه ولا كتشريوها ولا كتصوبوها في الدار، الاختيار كيبقى ليكم، وكتقطعوها هكا دوائر كما قلت لكم القياس اللي بغيتيه. فاذا كانوا عندكم فقط 4 ديال الوريقات كبارين غادي يخرجوا لكم كميه كثيره. صافي كنخليهم على جنب. هنايا شوفوا معايا الحشوه من بعد ما طابت وتعلكات وتشحرات مزيان، ضفت معاها شويه ديال الزيت والخضر مقطع، خلطت معاها مزيان. صافي كنجيب هكا الوريقات ديالي كنعمرهم من الوسط، وكنوضعهم هكا في الطبسيل اولا في الصفيحه اللي كتدخل الفران. هنايا باش يبقاو لي متماسكين كنكليهم هكا بواحد الكاس على ما كان سالي السطر كامل. طريقه سهله ومبسطه وما كتاخذش نهائيا الوقت، واهم حاجه انهم كيجيو بنانين وايضا المذاق ديالهم كيجي مختلف.
شوفوا معايا الطريقه سهله ومبسطه. في هذه الاثناء راني رادة الفران كيسخن على 200 درجه، كنشعل عليه من الفوق ومن التحت. صافي انا هنا غادي نخليكم مع الفيديو، غادي نكمل بنفس الطريقه. تنسالي الكميه اللي عندي كامله، انا كنعمر وانا كنكلي وحده بوحده باش هكا ما يضيع لي الشكل ديالو ويبقاو بالشكل اللي درنا لهم. هنايا من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كامله، غادي نرش عليهم شويه ديال الفرماج محكوك من الفوق. ممكن انكم ديروا اي نوع ديال الفرماج كيتوفر عندكم على حسب الرغبه ديالكم. بعد ما كنرشك عليهم الفرماج كندخلهم الفران اللي سبق لي وسخنته على 200 درجه، كنهبط الفران اولا كنهبط العافيه ل 180 درجه وكنخليهم شعول من الفوق ومن التحت حتى كيتحمروا لي هكا الخبيزات اولا فطائره ولا سميهم كما بغيتي، حتى كيتحمروا مزيان وكياخذوا لنا اللون الذهبي عاد كنخرجوهم من الفران. انا هنايا غادي نكمل بنفس الطريقه، ندخلهم الفران ونعاودو نتلاقاو نشوفو الشكل ديالهم النهائي. فهنايا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو من بعد ما وجدوه. كما كتلاحظوا كيجي الشكل ديالو جد راقي، واهم حاجه المذاق كيجي مختلف وكيجي بنين وايضا كيجي خفيف. نتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. اللي جربتهم تخلي لي في التعليقات كيفاش جاوها. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش توصل بجديد الوصفات، ايضا ما تنساوش تدعموني بلايكات ديالكم. خليتكم على خير والى وصفه اخرى ان شاء الله.